بات يلا يا ماما. حاضر يا حبيبي جاي اهو. ايه يا احمد انت هتاكل يا احمد؟ ايه ده يا ماما الاكل ده كله؟ وعامله كمان بانيه. اه يا حبيبي عامله عشان خاطر عماد بيحبه. النبي يا احمد روحي الدار، روحي النبي يا احمد الدار عشان ياكل معانا، انا عامله حسابه. يا ماما والله اخويا ده عمره ما هيجي ومش هيجي اصلا. ليه بس يا ابني بتقول كده؟ قول له النبي يا احمد، قول له بس، قول له امك عامله لك الاكل اللي انت بتحبه والبانيه اللي انت بتحبه والفراخ. والنبي يا احمد، والنبي يا احمد نفسي ياكل معايا. ولو انه برضه بقول له كل مره الكلام ده وبرضه ما بيجيش. معلش يا احمد يعلم يا ابني، يعلم يا ابني هشوفه تاني ولا هياكل معايا ولا لا. بعد الشر عليك يا ماما. ما تشوفش شر يا حبيبي، يا رب يخليكم ليا. انا برضه انا هروح له وعارف برضه انه مش هيجي، بس عشان خاطر انت ما تزعليش يا حبيبي. ربنا يا رب يخليك ليا ويهديك يا احمد يا رب انت وهو. يا رب يا رب يهديكم يا ولادي، يا رب يا عماد تيجي واشوفك يا رب. نفسي اشوفك يا عماد وتاكل معايا لقمة. ايه ده يا احمد اخويا؟ تعالى 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 نخش البيت في حاجه ولا ايه؟ لا انا مش جاي الضيف، انا جاي بس عشان اقول لك تعالى عشان والدتك عايزه تشوفك. والدتي؟ آه حاضر بقى انا هعدي عليها يا احمد يبقى هاجي. يعني مش هتيجي دلوقتي؟ خلاص يعني روح انت واحمد وانا يبقى هاجي. يلا انت على طول بتقول كده وما بتجيش برضه. خلاص يا احمد قلت لك روح وانا جاي. يلا روح. في ايه يا عماد؟ بقول لك يا ياسمين ما تيجي نروح نشوفهم. امك تاني يا عماد؟ انت عايز تنكد عليا؟ انت واخدني عشان تفسحني ولا عشان تروح لامك؟ يوه خلاص يا سيدي. عايز تروح لها روح لها انت لوحدك يا عماد. لا 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 يلا 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 يوه يلا نخرج خلاص بقى. والله يا عماد يا اخويا انا هندم بكره على اللي انت بتعمله ده. نهار اسود قلقتني، قولي تعبانه شويه دي. لا انا لازم اجي اطمن عليها. بقول لك لازم اشوفها، انا هاجي لكم دلوقتي. اقفل سلام. خير يا ياسمين في ايه؟ ده بيقول لي امك داخله في دور برد، انا قلقان عليها قوي. بس ما تقلقيش برد، اقعد اقعد. لا 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 اقعد ايه، انا لازم اروح اشوفها، لازم اطمن عليها. ايوه طبعا يا عماد. يا ياسمين مش كنا متفقين ان احنا نقعد مع بعض شويه؟ بقول لك امي تعبت لازم اروح لها. لا خلاص ماشي اتفضلي روحي يا ياسمين. ايه ده انت مش تيجي معايا؟ اقول لهم ايه؟ عماد سابني اجي لوحدي؟ ما رضاش يجي يطمن عليكي؟ يلا يا عماد يلا اتفضلي. ايوه ايوه عم احمد. ايه يا احمد مالك حبيبي؟ في ايه؟ انا والدتي تعبانه، ممكن تتصلي على الاسعاف؟ اسعاف ليه يا ابني؟ ما انت اخوك عماد عنده عربيه ممكن يوصلها بسرعه. لا انا اخويا عماد اصلا ما بيسالش ومش هيسال في حاجه زي دي. طب بص اهدى روح انت خليك جنبها وانا هتصل لك بيها. روح حب. بس ما تقلقش يا عم احمد. ما تقلقش انا هكلمها لك دلوقتي. خلاص يا ست اتمنت على والدتك؟ ايوه طبعا الحمد لله، انا بحبها قوي يا عماد، انا ما اقدرش اتخيل حياتي من غيرها. طب اتفضلي بقى. عماد الخروج اتعود في يوم تاني. ولا يهمك يا سوم. عماد يا احمد. يوه اكيد هيكلمك على امك، انا داخله جوه مش ناقصه وجع دماغ. انا عارف يا احمد انا رايح لوالدتي دلوقتي عشان اشوفها. للاسف هتروح متاخر يا عماد. ليه بس يا احمد؟ والدتك تعيش انت. والدتي تعيش انت يا عماد. ازاي واحمد ما ردش عليا ليه؟ ليه وما احنا برن عليك وانت حضرتك ما بتردش وبتكنسل يا عماد. تليفون معايا ياسمين. ياسمين للاسف يا عماد ماتت وهي زعلانه منك، انت قصرت معاها قوي، كان امك يا اخي وانت ابنها الكبير، كان نفسها بس تشوفك. لا انا هروح اشوفها. هروح ايه ده بس؟ رايح فين؟ ما خلاص يا عماد فات الاوان، احنا خلاص غسلناها ودفناها. كمان انت عارف اكرام الميت دفن يا عم عماد. ايه ده بس؟ سامحيني يا ام، سامحيني انا عارف ان انت زعلانه مني، انت زعلانه مني صح؟ حقك عليا يا ام، حقك عليا. انت جاي هنا ليه؟ انت اللي جابك هنا. جاي عشان اشوف امي. افتكرتها دلوقتي، ما انا ياما كنت جاي اقول لها. امك كان نفسها تشوفك حتى لو لمره واحده، وانا كنت باجي لك على طول، وانت ما كنتش بترضى تيجي اصلا. تعرف اول حاجه مضايقاني ايه؟ ان امك تعبانه كنت بستنجد بناس غريبه هي اللي تيجي تشيلها، ولكنها اصلا خلفت حد. سامحيني ياما. سامحيني يا ام. جت تتأسف لها بعد ايه؟ يا خسارة جيت متأخر قوي. يا احمد يا احمد سامحيني يا ام سامحيني. ياسمين ياسمين. ياسمين ياسمين
معقوله مالك وراحت فين؟ ياسمين ما ترد يا ياسمين. في ايه يا عماد؟ مالك بتزعق ليه؟ شيل من الحاجات اللي من وقتك دي. انت مش سامعه اغاني امي ماتت ومش حاضره العزا بتاعها؟ امك ماتت؟ ما انا من ضمنك مع الاغاني ما اعرفش ايه اللي حصل. في ايه؟ طمني. مفيش حاجه حصلت. ماتت ازاي؟ اللي انت السبب. انت السبب اللي بعتيني على امي. اقول لك تعالى نروح عند امي تقولي لا نتفسح. رغم ان انا رحت عند امك وهي تعبانه. انت بتزعلي كده ليه؟ هو انا اللي ما قلتها يعني؟ انت زباله، انت شيطانه، انت بقى انت اللي بعتيني عن امي. دلوقتي بقت شيطانه؟ بره. انت ما تلزمنيش. بره. على فكره انا مش غلطانه. هو انا ضربتك على ايدك ولما قلت لك ما تكلمش امك؟ ما انت كنت موافق. دي دلوقتي بقت كخه، انا بقت وحشه. فعلا انا اللي غلطان، انا اللي غلطان، اللي صبرت عليك لحد دلوقتي. محدش قال لك تسمع كلامي من دول. اطلع بره، انت طالب. بره. سامحيني يا ام. سامحيني. الفيديو ده رساله لكل واحد مقصر مع امه. روح عند امك، روح واشبع منها وخد رضاها قبل ما تيجي المكان ده. وتندم لكل لحظه اللي انت بعدت عنها. يعني لو والدتك لسه عايشه اكتب ربنا يخليها لك ويطول لي في عمرها. ولو والدتك متوفيه اكتب الله يرحمها. اكيد دلوقتي مستنيه منك دعوه حلوه. خلص الكلام.